الكلام هذا موجه لجماعة التجمع، لازمكم تعرفوا اللي الأفلام اللي تعملوا فيها راهي ما تجدش على الشعب التونسي، خاطركم ما تعرفوش تمثلوا. العباد اللي قاعدة تخطط في الكواليس وقاعدة تحاول تربح في الوقت راكم ما تنجموناش، والدليل هو أن كل خطوة عملتوها حتى التو قاعدة ترجع عليكم. القمع رجع عليكم، الكرتوش رجع عليكم، حتى الكذب رجع عليكم. اليوم أوراقكم كلها تكشفت، الفيلم اللي تعملوا فيه في الشارع، البروباغندا اللي مسايبينها في الانترنت كلها واضحة. تلعبوا معنا في الشطرنج، ما لعرفوا اللي الشارع سبقناكم فيه والانترنت سبقناكم فيها، وما كومش باش تنجموا ترجعوه، على خاطر اللي صاير اليوم ما تلقاوه في حتى كتاب متاع استراتيجية. اليوم احنا اللي ماتوا الجو، وتو نشوفوا شكون اللي باش يربح. كش